مرحبا بكم. التصعيد في الأقصى يأتي بعد سلسلة أحداث تصعيدية شهدتها الأراضي الفلسطينية منذ أن أتت حكومة نتنياهو للسلطة. لكن ما جرى أمس وفجر اليوم من صدامات داخل الأقصى اعتبر خطوة جديدة نحو التصعيد، خاصة في شهر رمضان المبارك، وهو بالفعل ما اعتبرته دول عديدة استفزازا غير مقبول. استفزاز يأتي بالتزامن مع أزمة داخلية إسرائيلية وصفت بالأخطر منذ نصف قرن، عنوانها التعديلات القضائية، وفي تفاصيلها انقسامات بين أحزاب اليمين والوسط واليسار الإسرائيلي. فهل ما جرى بالأقصى معزول عن الداخل الإسرائيلي؟ ومن له المصلحة بتفجير الأوضاع في الأراضي الفلسطينية؟ مشاهدينا، رغم كل التحذيرات خلال الأيام الماضية من تداعياتها في شهر رمضان، اندلعت الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين داخل باحات المسجد الأقصى. شرارة الاشتباكات اندلعت قبيل ساعات من صلاة الفجر، حيث اقتحم المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية كما تابعنا المسجد الأقصى وهاجموا المعتكفين في داخله. الصور أظهرت، وهي صور تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، أظهرت طبعا قيام الشرطة الإسرائيلية بجر النساء واعتقال الرجال لإخراج المصلين من باحات المسجد الأقصى، بينما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن عشرات من المعتكفين في المسجد أصيبوا خلال الاقتحام، فضلا عن اعتداء القوات الإسرائيلية على الطواقم الطبية ومنعها من الدخول إلى المسجد لإسعاف المصابين. في حين أكدت وزارة شؤون الأسرى أن عدد المعتقلين وصل إلى أكثر من 500 فلسطيني تم الإفراج عن بعضهم لاحقا. بعد فترة وجيزة من إخراج المصلين، دخل عشرات المستوطنين باحات الأقصى تحت حراسة أمنية مشددة، وبدأوا بذبح القرابين احتفالا بعيد الفصح اليهودي. الفصائل الفلسطينية في غزة اعتبرت العملية الإسرائيلية استفزاز لمشاعر المسلمين، وردت بإطلاق عدة صواريخ وقذائف هاون على مستوطنات غلاف غزة، لترد إسرائيل بقصف سلسلة مواقع عسكرية لكتائب القسام والجناح العسكري، أو هو الجناح العسكري لحركة حماس، فيما نقلت مصادر أخرى داخل القطاع أن القصف أدى لإصابات. وبعد اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى في ساعات مبكرة من صباح اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تبذل كل الجهود الرامية إلى تهدئة الموقف المتأزم في القدس. وأضاف نتنياهو في بيان أن إسرائيل ملتزمة بضمان حرية العبادة وحرية وصول واتباع جميع الأديان، وملتزمة بالوضع الراهن، ولن تسمح للمتشددين الذين ينتهجون العنف بتغيير ذلك. رد الفعل العربي عبرت عنه جامعة الدول العربية خلال جلسة طارئة بناء على طلب الأردن، والذي حذر من دوامة عنف تهدد الاستقرار في المنطقة والعالم إثر اقتحام القوات الإسرائيلية المسجد الأقصى في القدس. ورفضت الجامعة المحاولة الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمانيا ومكانيا. يرفض الأردن ويدين أي خطوات إسرائيلية من شأنها المساس بحرمة المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، ويشدد على مطالبه الثابتة بضرورة الكف عن جميع الإجراءات المستهدفة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها. ينضم إلينا من رام الله عبر الهاتف واصل أبو يوسف، عضو منظمة التحرير الفلسطينية. أستاذ واصل، مرحبا بك معنا. كيف تقرأ منظمة التحرير الفلسطينية هذا التصعيد والاستهدافات؟ بالطبع هذه جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال المتواصلة
منذ بداية شهر رمضان المبارك، وكانت هذه الحكومة الفاشية تحاول فرض وقائع على الأرض من خلال السماح للمستوطنين المستعمرين بحماية جيش الاحتلال لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك، وكانت تتعرض للمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك من المسلمين وأيضا المرابطين المدافعين عن المسجد الأقصى المبارك، لتكون ذروتها بالأمس عندما تم التنكيل أمام شاشات التلفزة التي نقلتها إلى العالم أجمع كيف كان التنكيل بالنساء وبالمعتكفين داخل المسجد الأقصى المبارك، واعتقال جماعي لأكثر من 500 شاب من داخل المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى التكسير الذي جرى والتخريب الذي جرى في المسجد الأقصى المبارك. كل ذلك يندرج في مسألتين رئيسيتين تهدف لهما حكومة الاحتلال. المسألة الأولى هي محاولة فرض وقائع على الأرض من خلال التقصير المكاني والزمائي. حتى صباح هذا اليوم كان هناك اقتحام لمجموعة من المستوطنين المستعمرين بحماية جيش الاحتلال إلى المسجد الأقصى المبارك في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. والهدف الثاني من ذلك هو تصدير أزمتها الداخلية التي شاهدنا خلال الفترات الماضية أو خلال الأسابيع الماضية كيف هناك شرخ كبير داخل الاحتلال حول مسألة التغييرات القضائية أو الإصلاحات القضائية وما جرى من مسيرات ومظاهرات بمئات الآلاف داخل الاحتلال، تصدير أزمتها إلى الشعب الفلسطيني من خلال مزيد من سيل الدم الفلسطيني. طيب استاذ واصل، الآن نحن نسأل من منظور منظمة التحرير الفلسطينية، هل لديكم أدوات للضغط؟ يعني أولا نحن على الأرض شعبنا الفلسطيني في مواجهة دائمة لهذا الاحتلال، يدافع عن المسجد الأقصى المبارك وذو القبلتين وثلاثة الحرمين الشريفين بصدوره العارية. هذا الأمر الأول. المسألة الثانية، وطبعا موحد في مواجهة هذا الاحتلال وقطاع المستوطني. المسألة الثانية بطبيعة الحال يعني نحن نستند، لسنا في الجزيرة معزولة، نستند إلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى المجتمع الدولي، نستند إلى الأمة العربية والإسلامية. المسجد الأقصى المبارك ليس فقط للفلسطينيين، هو لكل الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي نحن نعتقد أنه آن الأوان لأن يكون هناك جدية فيما يتعلق بتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك الذي يستباح بشكل يومي، إضافة إلى أننا نسعى أيضا كمنظمة تحرير فلسطينية من أجل مزيد من الاتصال مع كل المؤسسات الدولية والقانونية بما فيها الأمم المتحدة من أجل وضع حد لهذه الجرائم المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، وفي المقدمة منها أيضا المحكمة الجنائية الدولية التي نعتقد أنه آن الأوان محاكمة هذا الاحتلال على جرائمه المتصاعدة. طيب، من أجل قطع هل الخطوات التي حددتها الجامعة العربية من أجل إيقاف التصعيد تحديدا الآن أو على الأقل في شهر رمضان ستكون نافذة قريبا؟ يعني أنا بعتقد أنه الاجتماع الذي جرى بشكل سريع هو مهم، والبيان اللي صدر مهم، ولكن الأهم من ذلك هو كيفية وقف سياسة التصعيد العدواني والإجرامي لحكومة الاحتلال. وهذا الأمر بطبيعة الحال يعتقد الاحتلال أنه من خلال التغطية الأمريكية على جرائم الاحتلال من خلال عدم مساءلة هذا الاحتلال من خلال الفيتو الأمريكي ومن خلال الدعم الأمريكي، بيعتقد الاحتلال أنه محمي من غبة مساءلته. لذلك الأولوية الآن تكمن في عملية كيفية فرض مقاطعة على هذا الاحتلال وعقوبات دون أن يكون هناك عقوبات على هذا الاحتلال كما جرى في نظام الأبرتايد العنصري في جنوب أفريقيا. فسيبقى هذا الاحتلال مواصلا لجرائمه معتقدا أنه محمي من غبة مساءلته. شكرا جزيلا من رام الله واصل أبو يوسف عضو منظمة التحرير الفلسطينية. We'll be right back.
مشاهدينا، اقتحام المسجد الأقصى عزز بالنسبة للمعارضة الإسرائيلية شكوكا طالما راودتها منذ بدء الاحتجاجات الشعبية على القانون القضائي، حيث تتناغم العملية الأخيرة مع سابقاتها التي استهدفت خلالها إسرائيل مناطق عدة داخل الأراضي الفلسطينية، بل وتجاوزت ذلك إلى خارج الحدود. فلا يمكن تصنيف هذه العملية بمعزلا عن الاقتحامات المستمرة للضفة الغربية والتي أسفرت عن صراع مفتوح أدى لمقتل وإصابة العشرات من الطرفين، بل تجاوزت الحكومة الإسرائيلية هذا حد استهدافها معسكرات للجيش السوري والحرس الثوري الإيراني في العاصمة دمشق ومدينة حمص داخل سوريا. كما تصاعدت في الآونة الأخيرة التحذيرات من الخطر الإيراني الذي وصل إلى إعلان إسرائيل استعدادها الصريح لقصف المنشآت النووية الإيرانية في حال رفع تخصيب اليورانيوم. كل تلك خطوات اعتبرتها المعارضة تأتي في سياق سعي الإدارة الإسرائيلية إلى صرف الانتباه، انتباه مواطنيها طبعا، عن الاحتجاجات المتصاعدة ضد التعديل القضائي. على كل حال، للمزيد من المعلومات والتحليل ينضم إلينا ضيفانا من رام الله عصمت منصور الخبير في الشؤون الإسرائيلية، من القدس الدكتور مائير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية. طيب أستاذ عصمت، مرحبا بك معنا. حتى لو بدا الوضع الآن هادئ نسبيا في محيط الأقصى، لكن الشعب الفلسطيني بشكل عام متأهب لمزيد من التطورات ومزيد من الأحداث الدامية والعنف ونحن في شهر رمضان. كيف تقرؤون هذه التطورات بشكل عام؟ ما هو مداها؟ تحياتي لكم. نعم، الشعب الفلسطيني متأهب لسببين، سبب بعيد المدى واستراتيجي وهو متعلق بهذه الحكومة وتركيبتها وإغلاقها الباب كليا أمام عملية السلام وحل الدولتين وتبنيها لمشاريع ضم وتهويد واقتحامات وعنف. هي تغلق باب الاحتواء كليا، باب العملية السياسية كليا، وتترك الباب مفتوح على مصراعيه للعنف والبطش والتنكيل والإعدامات من مسافة صفر كما حدث في جنين، أو اقتحامات وجماعات إرهابية كما ومهووسة دينيا كما تقوم به الآن من اقتحامات في المسجد الأقصى. هذا من جانب، ومن جانب آخر ميدانيا على الأرض هناك حالة غليان بسبب كل ما يحدث من اعتداءات إسرائيلية. نحن في شهر رمضان، نحن هذا شهر مقدس، وفي القلب من هذا الشهر هي المسجد الأقصى. كل الأفئدة وكل القلوب وكل الصلوات تذهب باتجاه الأقصى، والجميع يذهب إلى الأقصى. بدل أن يكون مفتوح الأقصى وتضمن حرية العبادة للجميع في هذا الشهر الفضيل، نجد إغلاق وتضييقات إسرائيلية، ونجد أيضا اقتحامات، نجد قمع وتنكيل بالمصلين. هذا إذا أضيف للوضع القائم ميدانيا، والذي أيضا يعني إسرائيليا يتم الاعتراف من خلال الأمن الإسرائيلي أنه قابل للاشتعال، هذا يهيئ الأمور إلى مواجهة قد تكون مفتوحة ولا أحد يعلم مداها. المحاولات التي بذلت في قمة العقبة وشرم الشيخ وبرعاية أمريكية ومشاركة أطراف إقليمية، يعني يسأل اليوم وين قمة شرم الشيخ؟ أين هذه التوصيات؟ لماذا تنسف بشكل بسيط؟ يعني أين هي توصيات شرم الشيخ واتفاق العقبة وغيره؟ واضح أن هذه التوصيات لأنها لم تخرج بصيغة ملزمة لإسرائيل وضغطت على الجانب الفلسطيني أكثر، ويعني بصراحة يعني أعطت إسرائيل إمكانية تفسير بنود هذه الاتفاقية، بمعنى عندما يوضع لإسرائيل أنه في حالات معينة يمكن استخدام العنف وأنه تجميد الاستيطان فقط لأربع شهور وإلى آخره، هذا يمكن صيغ مطاطة وفضفاضة. ونحن نعلم أنه لا نية لهذه الحكومة الالتزام بها، هذا ما قاله وزراء فيها في لحظة انعقادها، وهذا ما قاله نتنياهو للإعلام ولشركائه أيضا بعد القمة، أنه لا ينوي لا تجميد الاستيطان ولا وقف الهجمات والاعتداءات الإسرائيلية على المدن الفلسطينية. والآن هو لا يقف في وجه هذه المجموعات المهووسة دينيا. وعلى فكرة أنا أريد أن ألفت، حتى دينيا في الديانة اليهودية ذبح القرابين هو ليس جزء من العقيدة اليهودية. هذه الطقوس لا علاقة لها بالديانة اليهودية ولا علاقة لها بالديانة السماوية. على كل حال أستاذ عصمت، هذا مش موضوعنا. أنا الآن، نحن الآن بصدد الحديث والنقاش عن تطور خطير جدا في الأقصى ربما سيطول المنطقة. دكتور مائير، يعني السؤال ليس رومانسيا،
إلى متى مشاكل الداخل الإسرائيلي سوف يكون ضحيتها العزل الفلسطينيين؟ يعني الاستهداف كان لأناس مدنيين عزل. شكرا لكم على الاستضافة أستاذتي الكريمة، تحياتي لك للأستاذ عصمت ولجميع المشاهدين، رمضان كريم وفصح مجيد لجميع من يشاهدنا. أولا، لا علاقة بين اللون السياسي للحكومة الحالية، وأنا من أشد المعارضين لها بالمناسبة، وأعتقد أنها حكومة متطرفة وتحتوي على عناصر غير كفوءة عوضا عن كونها عنصرية وتريد أن تصب الزيت على النار، ولكن ليس هذا هو الموضوع. القلاقل التي نحن نشهدها اليوم سواء على مستوى الأماكن المقدسة في إطار الأماكن المقدسة في البلد القديمة بأورشليم القدس أو بشكل عام هي ليست وليدة اليوم، ونحن نتذكر ربما ليس على قناة المشهد لأنها قناة جديدة، ولكن على قنوات أخرى نحن ناقشنا هذا الموضوع مرارا وتكرارا في ظل الحكومة الفائتة، حكومة لابيد بنت، وحتى قبل ذلك. وللأسف الشديد شهر رمضان الذي منذ عدة سنوات وهو يتزامن مع عيد الفصح اليهودي شهد أعمال عنف وكذلك واحتكاكات طبعا بسبب اكتظاظ المؤمنين المصلين، حيث أننا نريد هنا أن أذكر بأنه 90% من المسلمين الذين يزورون المسجد الأقصى يومين هم ليسوا مقدسيين، هم يأتون من مدن الحكم الذاتي في الضفة. وكذلك اليهود الكثيرين من الذين يأتونهم، كذلك هناك كثير من السياح المتدينين وكذلك من أنحاء أخرى في إسرائيل، هناك اكتظاظ واحتكاكات. وعوضا على ذلك هناك منظمات راديكالية تحاول أن تدخل على الخط لتؤجج المشهد، طبعا المنظمات الإسلامية المعروفة وكذلك بعض المتطرفين داخل إسرائيل من خلال دكتور مائير. دكتور مائير، هذه السردية الإسرائيلية معروفة بالنسبة لنا، لكن اليوم ثمت موقف حكومي إسرائيلي، يعني الحكومة الإسرائيلية بقيادة بن غفير دخلت قوات إسرائيلية خاصة وليس أناس مثلا متطرفين في مقابل أناس راديكاليين أيضا من الطرف الآخر. هذه في الواقع هذه مسألة أخرى، ليست قوات خاصة، هذه عناصر الشرطة الإسرائيلية التي تدخل ولا تقتحم، لا يوجد اقتحام، لأن الاقتحام هو دخول عنوة وبشكل غير قانوني، أما الدخول فهو دخول وفقا للاتفاقيات المبررة وفقا للوضع الراهن المتعارف عليه. هناك اتفاقيات وهناك نقاط معينة تم الاتفاق عليها بشكل عام في السابق وتم التأكيد عليها في العقبة وشرم الشيخ، وعكس ما يقال أنه إسرائيل تحترم وبحذافيرها جميع ما اتفق عليه، تعطي التصاريح وخفضت من الأعمار أي شخص من الممكن أن يدخل، ولكن مسألة أنه هناك مئات من الشباب الذين رفضوا الخروج في وقت معين من المسجد بحجة الاعتكاف ولديهم زجاجات حارقة وحجار ودخلوا يعني مؤن وتموين حتى يريدون ألا يتركوا المسجد لمدة أيام، وهذا طبعا تمثل إشكالية من المنظور الأمني، وهذا عكس ما تم الاتفاق عليه. يعني دكتور مائير طبيعي أن يكون لديك حجج معينة تدافع بها، لكن لا يمكن تحت أي تبرير الاعتقال الجماعي للمصلين وهم وكثير منهم إن لم يكونوا جميعهم عزل. لكن دكتور مائير، على كل حال الآن كل ما يحدث في إسرائيل ألا ينذر بأنه ثم تتخبط من قبل الحكومة؟ يعني حتى الاستهدافات التي يعني اعتدنا أن تكون متواجدة للميليشيات الإيرانية في سوريا، أنا أتحدث عن آثار ما يحدث في المنطقة، طالت مدنيين اثنين، إذن ثمة محاولة من قبل إسرائيل لتصدير مشاكلها بشكل أو بآخر. لا علاقة بين هذا وذاك، هذه أجهزة أمنية حرفية مهنية وهي مسؤولة بالدفاع عن هذه الأماكن. وإلا إذا كان هذا الكلام صحيح، أنا أريد أن أسأل لماذا فقط في شهر رمضان حيث يكون هناك اكتظاظ للمصلين تكون هذه القلاقل؟ لماذا فقط في الأماكن الإسلامية في المسجد الأقصى تحديدا؟ لماذا لا يحدث هذا في الكنائس على سبيل المثال؟ لماذا لا نرى مسيحيين بزجاجات حارقة ويتصدون للشرطة ويدخلون بالمواد الكيميائية والسلاح؟ لماذا نحن لا نرى ذلك؟ فقط لأن هؤلاء متطرفين أستاذ الكريم، لا علاقة بين، وهم قلة قليلة للغاية، يعني الأغلبية العظمى من يزور المسجد الأقصى ويصلي في المهم من الذين يريدون الصلاة، وبمناسبة أيضا القوة الشرطة التي إسرائيل ترسلها إلى هذه الأماكن عادة من يتصدر المشهد
من عناصر الشرطة هم من المسلمين المصلين، عناصر الشرطة الإسرائيلية مواطنين إسرائيليين مسلمين، وبالتالي المسألة ليست كما يصور البعض أن هناك اضطهاد أو أن هناك عملية قمع للمصلين لأنهم مصلين ولأن إسرائيل تريد أن فقط أن تزعجهم أثناء الصلاة، هذا غير حقيقي. دكتور مئير ابقى معي لو سمحت، أستاذ عصمت مشاهدين. نعم. قال محافظ القدس في مقابلة مع المشهد أن الجيش الإسرائيلي فرض ما يسمى بالتقسيم الزماني والمكاني جراء الاقتحامات اليومية المتكررة للمسجد الأقصى. وبفعل إجراءات الاحتلال اليومية في المسجد الأقصى المبارك بكل أسف استطاعوا أن يفرضوا ما يسمى بالتقسيم الزماني عندما يقوموا باقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك في ساعات معينة، في هذه الساعات يحرم المئات من الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك بقرارات إدارية جائرة من أجهزة الأمن الإسرائيلية وتوفر الحماية الكاملة لغلاة المتطرفين. كما تعلم يحيي شعبنا الفلسطيني شعائر شهر رمضان المبارك كباقي المسلمين على وجه الأرض، وبالتأكيد أحد أهم هذه الشعائر هو شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك. ولكن هذا الاحتلال كما شاهدتم ويشاهد العالم أجمع يأبى إلا أن يعني يمارس إجرامه وصلفه وتنكيله بحق العباد وبحق المقدسات، بحق الأرض والإنسان وبحق كل ما يتحرك على وجه هذه الأرض. أستاذ عصمت، الوضع القانوني التاريخي للقدس، هل سيستطيع تجنيب قدر الإمكان كل هذه المحاولات الإسرائيلية أو لا؟ يعني هل سيكون هنالك فعلا تحرك دولي فاعل؟ يفترض إذا كان هناك مصلحة ورغبة وإرادة ببقاء حالة الاستقرار وعدم انفجار الأمور، خاصة في هذه الأيام الحساسة والفضيلة وهذه الفترة التي يعني فيها توتر أمني كبير إضافة إلى طبعا الحسية الدينية، يجب أن يتدخل الجميع على قاعدة حفظ الوضع القائم. هناك وضع تاريخي قائم، هذا الوضع إسرائيل موافقة عليه والعالم يرعاه والمملكة الأردنية هي التي تشرف عليه. الإخلال بهذا الوضع هو الذي يؤدي إلى هذه الصدامات، وهو يعني عندما يتحدث ضيفي أنه المصلين يأتون بسلاح وغيره، أولا ما تطلق عليه إسرائيل تسهيلات هي قيود، لماذا لا يفتح الأقصى لجميع؟ أنا عمري 50 سنة ولا أستطيع الذهاب إلى الأقصى فقط لأنه لا أملك تصريح. يعني هذه القيود تحد من إمكانية الذهاب للأقصى، وأيضا الاقتحام لاحظ انه داخل المسجد، يعني هم دخلوا اليهم داخل المسجد من اجل اخلاءهم والسماح للمستوطنين بالدخول. هذا هو التقسيم الزماني، هذا هو الاخلال بالوضع القانوني القائم. لذا اعتقد انه هذه الحكومه ونحن يعني مسؤول الشرطه الذي يفترض انه يشرف على هذه القوات التي يفترض ان تحمي الوضع القانوني القائم، هو يصرح بلسانه انه مع دخول اليهود والمتطرفين واقتحام الاقصى وانه يعني ضد الوجود الإسلامي. طيب حتى نتنياهو اليوم يصرح بأنه في جهود للتهدئة، هل تصدقون هذه الجهود؟ هل فعلا نتنياهو ليس جزءا من كل هذا وأنه ما كانوا مجتمعين في تل أبيب ويعني اتفقوا على كل ما يحدث؟ نتنياهو هو الذي يقول عن نفسه هو الذي يمسك هذه الحكومة ويديرها وبالتالي هو يتحمل المسؤولية، وايضا نتنياهو لا يختلف، هو يتماهى ايديولوجيا مع شركائه في الائتلاف المتطرفين والفاشيين، ولا احد يصدق نتنياهو، حتى الجمهور الاسرائيلي لا يصدق نتنياهو. قبل ايام اعلن عن وقف الاصلاحات والجمهور نزل للتظاهر، لا يصدقونه، وبالتالي علينا الا نتعاطى مع هذه التصريحات بجديه. نحن نريد افعال على الارض لتنسحب كل قوات الشرطه من المسجد الاقصى وتترك الناس تصلي وتتعبد وتعتكف في المسجد الأقصى الذي هو إسلامي بإقرار كل العالم، وهذا سينهي المشكلة. ما دون ذلك أعتقد هذا كفيل بأن يفجر الأوضاع في كل مكان، ونحن رأينا بوادر هذا التفجير من خلال الرد الذي جاء من غزة، من خلال التصعيد في القدس، ومن خلال عدة عمليات في الضفة. هذا سيناريو صغير عما يمكن أن يحدث فيما لو استمرت هذه الأحداث. دكتور مائيري، اليوم بدأ سريان إغلاق عسكري للضفة يعني تحت ذريعة ربما الفصح، لكن حتى اليهود ممنوعين من يعني من زيارة القيامة، لماذا؟ السؤال هنا لماذا كل هذه الإجراءات؟ تقصدين. نعم، المسيحيين تقصدين؟ نعم نعم، هي المسألة ليست لا علاقة لها بالديانة، يعني لا علاقة لها بالإسلام أو بالمسيحية، هي مسألة أن هناك مناطق أستاذتي الكريمة هي مناطق حكم ذاتي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وبالتالي هناك حدود فاصلة بينها وبين إسرائيل، هذه ليست مناطق إسرائيل ضمتها،
هذه مناطق فلسطينية تحت الحكم الذاتي، وبالتالي الدخول يحتاج إلى تصريح، وكذلك الإسرائيلي الذي يأتي إلى هذه المناطق يحتاج إلى تصريح من السلطة كذلك. وبالتالي أنا هنا ما أريد أن أقوله لا علاقة لها بالإسلام أو بالمسيحية. الشخص الذي هو داخل حدود دولة إسرائيل كمواطن أو كزائر يستطيع أن يذهب إلى كنيسة القيامة أو إلى المسجد الأقصى كما يشاء، وهناك وصاية أردنية على المسجد الأقصى. المسجد الأقصى هو تحت إدارة الدولة الأردنية، الدولة الأردنية، والحماية هي حماية إسرائيلية من الخارج، وهذا هو العرف، وهذه هي الاتفاقيات التي كانت. يعني دكتور مائير، لوين رايحين اليوم سلاح الجو الإسرائيلي يحلق؟ من يقول لك نحن لوين رايحين في هذا الملف الأمني تحديدا بكلمات قليلة؟ أنا سوف أجيب، لكن من يقول لك أنه محافظ القدس هو غير جاد؟ لا توجد محافظة بهذا الاسم، لأنها ليست منطقة حكم ذاتي. وإلا أنا أقول عن نفسي أنا محافظ الخليل، أي شخص يقول أي شيء. لا يوجد محافظ لمدينة القدس. القدس هي مدينة إسرائيلية، مدينة مختلطة، هناك فيها اليهود والعرب، ونسميها أورشليم القدس. الشق اليهودي هو أورشليم، والشق العربي هو القدس، وتعيش جميع الطوائف معا في هذه المدينة المختلطة. هذه سرديتكم سيد دكتور مائير، معلش اسمح لي. أتفهم العرب والفلسطينيون لن يقتنعوا بهذا الحديث. الحدود القائمة اليوم طيب. فيما يتعلق بالشق الأمني، سمعناك بما فيه الكفاية دكتور مائير، اعذرني على ضيق الوقت، ولكن شكرا جزيلا لك دكتور مائير مصري، والشكر موصول أيضا لضيفنا من رام الله عصمت منصور.